لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اليوم بمشيئة الله تعالى لدينا مراجعة جديدة من مراجعات مادة لغتي الجميلة. درس اليوم يا أبطال بعنوان الوظيفة النحوية المفعول به. هيا بنا نبدأ على بركة الله. الأهداف في البداية أن يتعرف الطالب على تعريف المفعول به. الهدف الثاني أن يقرأ الطالب الأمثلة قراءة صحيحة. الهدف الثالث أن يستنتج الطالب القاعدة طبعا هي المفعول به. في البداية أبطال نريد أن نعرف ما هو المفعول به أو ما تعريف المفعول به وإلى أي عائلة ينتمي المفعول به وكذلك العلامة الإعرابية للمفعول به. في البداية أبطال هيا بنا نتذكر معا ما درسناه في الفصل الدراسي الأول. طبعا درسنا أنواع الجمل. أنواع الجمل لدينا جملة اسمية وجملة فعلية. من يتذكر يا أبطال؟ الجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. وكما درسنا من قبل المبتدأ من المرفوعات طبعا مرفوع وكذلك الخبر. طبعا إعراب المبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الخبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ودرسنا أيضا الجملة الفعلية، والجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. يبقى لدينا الفعل وفاعل. طبعا الفاعل مرفوع كما درسنا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اليوم بمشيئة الله تعالى سندرس المفعول به. المفعول به من المنصوبات، لا نقول مفعول به مرفوع ولكن إعراب المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هيا بنا نتعرف على الأمثلة التالية. المثال الأول أدب الكسائي ابني الرشيد. هيا أبطال في البداية لابد أن نحدد نوع الجملة. أدب هنا هل هي اسم أم فعل؟ أدب هنا أدب فعل. من الذي أدب؟ الكسائي.
الكسائي هنا الفاعل، الكسائي هنا الفاعل. يبقى لابد أن نفرق يا شباب بين الفعل والفاعل، الفعل يأتي أولا والفاعل يأتي فيما بعد، سندرس المفعول به بعد قليل، ولكن ننتبه لابد أن نحدد أولا الفعل بهذه الأمثلة وبعد ذلك الفاعل. المثال الثاني، يرفع العلم، يرفع العلم صاحبه. طبعا هنا يرفع نلاحظ انها فعل مضارع، يرفع العلم طبعا هنا الفاعل، كما نلاحظ بالمثال الاول الدباء هو فعل ماضي مبني على الفتح، الكسائي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، هنا يرفع فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على آخره، العلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والآن هيا بنا ننتقل إلى النموذج الثاني من الأمثلة. هنا كتب الطالب الدرس، من منكم يا أبطال يستطيع تحديد نوع هذه الجملة؟ كتب الطالب الدرس، أحسنتم، هي جملة فعلية تبدأ بالفعل كتب، وكتب فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا قلنا هنا يا أبطال كتب الطالب وسكتنا، هل سنفهم معنى الجملة؟ أو هل ستكون الجملة مكتملة المعنى؟ كتب الطالب، سأسأل نفسي ماذا كتب الطالب؟ بعد إكمال الجملة سيتضح المعنى، كتب الطالب الدرس، كتب الطالب الدرس. ما معنى هذا يا أستاذ؟ معنى هذا أن المفعول به يا شباب طبعا هو إجابة عن سؤال بماذا؟ سأسأل نفسي سؤالا، ماذا كتب الطالب الدرس؟ إذا الدرس هنا تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سأقول مثلا ذاكر محمد الدروس مثلا، نفس الأمر سأسأل نفسي سؤالا، ماذا ذاكر محمد الدروس؟ يبقى الدروس هنا تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نلاحظ هنا يا أبطال أن القاعدة طبعا الموجودة بالكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة، أي أن هناك علامات أخرى، ولكن المقرر لديكم بالصف الرابع أن المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هيا بنا يا أبطال ننتقل للمثال التالي، ابتكر الشاب أسلوبا جديدا للتعلم. هيا أبطال، من منكم يستطيع استخراج المفعول به من الجملة التالية أو الجملة الموجودة أمامكم؟ ابتكر الشاب أسلوبا جديدا للتعلم، أحسنتم، هنا ابتكر فعل ماض أو فعل ماض مبني على الفتح، الشاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ماذا ابتكر الشاب
نتذكر يا شباب المفعول به إجابة عن سؤال بماذا؟ ماذا ابتكر الشاب أسلوبا؟ إذا أسلوبا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. المثال التالي: يقرأ الكسائي الكتب بعد صلاة الفجر. هيا أبطال، من يستخرج المفعول به؟ يقرأ الكسائي الكتب بعد صلاة الفجر. أحسنتم، بارك الله فيكم. طبعا هنا كلمة الكتب، لماذا يقرأ هنا الفعل الفاعل طبعا الكسائي والمفعول به الكتب كما قلنا منذ قليل. طبعا ماذا يقرأ الكسائي؟ أسأل نفسي سؤال، ماذا يقرأ الكسائي؟ يقرأ الكسائي الكتب. إذا قلنا يقرأ الكسائي وسكتنا، هل المعنى سيتضح؟ بالطبع لا، ولكن عندما نكمل الجملة سنعرف ماذا يقرأ الكسائي. وهنا طبعا الكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكما درسنا من قبل يا شباب، طبعا أنواع الفعل: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. الفاعل هو من قام بالفعل، أما المفعول به وهذا هو موضوع الدرس اليوم، هو اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. هنا كتب الطالب الدرس، ماذا كتب الطالب؟ أو ماذا فعل الطالب؟ كتب الدرس، من وقع عليه فعل الفاعل. يبقى الدرس هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ذاكر محمد الدروس، نفس الأمر، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أسلوبا نفس الأمر، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يبقى هنا أبطال القاعدة، المفعول به هو اسم يدل على من وقع عليه فعل فاعل. نحفظ هذه القاعدة جيدا يا شباب. يعني المفعول به اسم يدل على من وقع عليه فعل فاعل، اسم يدل على من وقع عليه فعل فاعل. المفعول به منصوب دائما لأنه من المنصوبات، وعلامة نصبه هنا الفتحة. طبعا نلاحظ يا أبطال أن حركة الحرف الأخير للمفعول به، طبعا هنا كما نرى بهذا المثال الفتحة، الحركة الإعرابية نلاحظ هنا الفتحة، هنا التنوين سنقول الفتحة أيضا، الكتب نفس الأمر. يبقى العلامة الإعرابية للمفعول به أو الحركة التي تظهر على آخر المفعول به هي الفتحة. والآن يا أبطال نصل إلى التقويم. ما تعريف
المفعول به، وهنا أكمل العلامة، العلامة الإعرابية للمفعول به هنا هي الفتحة طبعا، والآن أكمل الجملة التالية بمفعول به مناسب في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.